السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله على كل حال. كان عندي استفسار عن الشيخ. انا والدي عنده 65 سنة. ووالدتي عندها 60 سنة. جم في يوم جمعة اتخانقوا مع بعض قبل الصلاة لان هي كانت قاعدة في المسجد ما رضتش تطلع البيت. فلما طلعت البيت الحاج حلف عليها بالطلاق ما هي نازلة. هو حلف عليها بالطلاق ما هي نازلة، كان في نيته تهديد، لان هو بعد ما حلف اخد التليفون بتاعها الموبايل خباه واتصل بيا واتصل باخواتي، احنا 4 اولاد وبنت، تعالوا شوفوا اللي حصل. فجينا حضرنا ايه اللي حصل، حصل كذا كذا كذا. فهو قعد في الصالة نايم وانا كنت موجود في اوضة واخويا معاه في اوضة. يا بس حاسب بس، يعني ابوك قال لامك علي الطلاق ما انت نازل، صح الكلام ده؟ بالظبط كده. عايز يرجع في كلامه ولا ايه بالضبط؟ عايز حكم هذا ولا ايه بالضبط؟ ماذا تريد؟ هي غصب عنها غفلتنا كلنا ونزلت. يغفر كفارة يمين اذا كان يقصد التهديد. شكرا.